حبة 5 ريال ونص. أقل كمية يسحبها العميل 6 حبات كسر جنيه. يعني نص درزن ياخذ. جميل جدا. هذا كم؟ 14 ريال وهلالتين. 14 ريال وهلالتين. فيها 14 حبة. 14 حبة. جميل جدا. هذه مناديل ورق؟ اي مناديل ورق، تنزيل مناكير ب 23 ريال. العلبة كاملة. العلبة كاملة 23. فيها 24 حبة. ما شاء الله. 24 جميل جدا. وزيل عرق هذا 7 ريال 85 هلل عليها ضريبة. هذا الحبة 7 ريال و85 هلل عليها ضريبة ايضا تضاف. جميل. وزيل عرق درزن كم؟ درزن فيها 40 ريال و 40 ريال، يعني 3 ريال و 34 هلل. الحجم الصغير حبة 3 ريال و 34 هلل. الحجم اللي وراه 150 ملي. سم درزن 90 ريال. سم كم سعره؟ السف الدرزن 93 ريال، يعني 7 ريال و 85 هلل كذا حوالي. جميل. درزن هذا المحل بشكل كامل جملة الصيدليات، جميع مستلزمات الصيدليات تباع هنا بأسعار الجملة، وفرق 20% إلى 25% وطالع من أسعار السوق. ما شاء الله تبارك الله، تقدر تقارن بنفسك. هذا المحل اللي غطيته قبل شوي في مركز التعمير الجملة من الجهة الغربية، وفيه أكثر من محل في هذه المنطقة. والموقع موجود على جوجل ماب، وتقدر تقارن بنفسك.